عشرات الآلاف من الطلاب النازحين في الفترة الأخيرة خسروا تعليمهم الدراسي، وذلك بسبب القصف والتهجير والنزوح. أعداد قليلة منهم من استطاع الدخول إلى المدارس وإكمال تعليمهم في مناطق نزوحهم. ماذا قدمت المنظمات الإنسانية العاملة في المجال التعليمي للطلاب؟ وما هو دور وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية المؤقتة للحد من هذه الأزمة؟ هذه أبرز الأسئلة التي نناقشها في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج قضايا، ابقوا معنا. أكثر من 560 ألف طفل نزحوا مع ذويهم إلى ريفي إدلب الشمالي والغربي وإلى شمال وشرق محافظة حلب، توزعوا ما بين مراكز إيواء ومخيمات وتجمعات عشوائية وعدد من القرى والبلدات وفق تقرير منسقو استجابة سوريا. المدارس في مناطق النزوح لم تستوعب كافة الطلاب، وما زال عدد منهم خارج الصفوف التعليمية. أنا نازح من مدينة حلب، مشان موضوع التعليم وموضوع المخيمات يعني أكثر تعليمها ضعيف طاول، حتى المخيم الأجنة من ريف إدلب كمان يطلع على المخيمات يصوروا ويشوفوا كل شيء هناك على أرض الواقع، إنه الأطفال كلها بدون تعليم بدون أي شيء، كلهم بالشوارع موجودين يعني على هذا، وأكثرهم يعني ما عم تعلموا طاول ولا في تعليم. ما في اهتمام بتعليم؟ ما في تعليم بالاهتمام بالطفل نهائياً، ما في، حتى المخيمات ما في. يعني حتى هدول الخيام اللي موجودات على الشارع العام صاروا مخيمات كبيرة كلها، ولا تعليم ولا في أي شيء. صعوبة إنشاء مدارس جديدة في المخيمات والتجمعات العشوائية ومراكز الإيواء فاقم من الأزمة في ظل ضعف دعم المنظمات الإنسانية في مجال التعليم، والعوائق القانونية التي تمنع منظمة اليونيسف التابعة للأمم المتحدة من تقديم دعمها لمناطق الشمال السوري المحرر. طبعا عدد الطلاب اللي تهجروا ما يقارب أكثر من 250 ألف طالب، أدى إلى خروج يعني ترك العملية التعليمية بسبب القصف. ناحية تانية عدد مدارس التي خرجت عن خدمة تماما لا يمكن استخدامها هي حوالي ما يقارب 180 مدرسة. هناك بعض المدارس أشغلت بالنازحين، فلذلك لا نستطيع احتواء هذا العدد الكبير من الطلاب. المدارس التي احتوت جزءا من هذا العدد، في عنا مثلا بالريف الشمالي في منطقة عزاز تقريبا الشعبي اتسعت ما يقارب 45 طالب، هذا طاقة القصوى للشعبي. بمنطقة عفرين عنا تقريبا ما يقارب 50 طالب بالشعبي كمان طاقة القصوى، وهناك عدد كبير من الطلاب الآن حاليا خارج العملية التعليمية، وأيضا موجودين في المخيمات، موجودين في أماكن أخرى من مناطق التهجر إليها. وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية المؤقتة في ظل المعطيات بالمناطق المحررة تجد صعوبة في استيعاب الأزمة وإيجاد حلول لها. مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة حلب اليوم الفضائية، سلام من الله عليكم وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج قضايا. سنتطرق في هذه الحلقة إلى ملف تعليم النازحين، ونسلط الضوء على حجم الأزمة التي تواجه الطلاب الذين خسروا مقاعدهم الدراسية نتيجة الحملة العسكرية الأخيرة من قبل قوات النظام وشركته روسيا على أرياف إدلب وحلب، والتدمير الممنهج للمراكز التعليمية. وفي بداية هذه الحلقة يسعدني أن أرحب بضيفة الحلقة الدكتورة هدى العبسي، وزيرة التربية والتعليم في الحكومة السورية المؤقتة. أهلا وسهلا بك دكتورة. أهلا وسهلا بكم، وأود أن أشكر قناة حلب اليوم لاستضافتها لنا وإتاحة الفرصة لتسليط الضوء على أزمة النازحين وأزمة خسارة الطلاب لمقاعدهم الدراسية وإيقاف العملية التعليمية مؤقتا. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا دكتورة مرة أخرى. دكتورة، قد شاهدنا في التقرير الذي أعده فريق البرنامج منذ لحظات، يعني والذي سلط الضوء في الأساس على الواقع التعليمي لأهلنا الوافدين الجدد من النازحين الذين نزحوا مؤخرا من أرياف إدلب وحلب، يعني وسؤال هنا، ما هو حجم الأزمة التي تواجه تعليمهم؟ بمعنى أصح، كم هو عدد الطلاب الذين خسروا مقاعدهم الدراسية نتيجة الحرب والنزوح الأخير؟ حقيقة إذا أردنا أن نعرف حجم الأزمة من خلال عدد الطلاب
وعدد النازحين 1,029,533 نازح، كان من بينهم 555,947 طفل. هؤلاء الأطفال لا تقل نسبة النصف منهم في سن المدرسة، إذا قللنا النسبة نعتبر النصف يعني 245-250 عنا طالب، 250,000 طالب، 250,000 طالب خارج مقاعد الدراسة. وهي جريمة ترتكبها روسيا والنظام بحق أطفالنا وباستهدافها للمدارس. دكتورة، الحجم الهائل من الطلاب الذين خسروا مقاعدهم الدراسية، يعني أين توزعوا؟ أين كانت أماكن توزعهم الأساسية؟ النسبة الكبيرة إلى مناطق عفرين وما حولها ومناطق عزاز وما حولها، وكان استيعابهم في مدارس عفرين والأرياف، نفس الأمر في مناطق عزاز والأرياف، وفي هناك نزوح لضمن إدلب. الطلاب قسم منهم نزحوا إلى منطقة الشمال وقسم منهم إلى المناطق الحدودية في منطقة إدلب. تحدثي دكتورة أن الطلاب تم استيعابهم، هل تم استيعاب جميع الطلاب الوافدين الجدد؟ أكيد نسبة منهم حسب الإحصائيات حوالي 7,000 طالب في منطقة عفرين وأريافة و 5,000 طالب في منطقة إعزاز وأريافة، يعني نسبة ضئيلة جدا بالنسبة للعدد كله. طبعا إذا قرنت بأعداد الطلاب النازحين لا تتجاوز 10%. بالنسبة، هل لديكم الإمكانيات كوزارة للوقوف ومواجهة هذه الأزمة؟ حقيقة إمكانيات الحكومة ضعيفة نوعا ما، المنظمات دعمها يتجه إلى إضعاف مؤسسة الحكومة وتوجه إلى منظمات المجتمع المدني. حاليا نناشد جميع المنظمات من أجل مساعدتنا في إخراج النازحين القاطنين في المدارس، لا سيما في منطقة إدلب، حتى تستمر العملية التعليمية. حسب المعلومات الواردة إلينا من المديريات، هناك حوالي 3,000 أسرة في المدارس، فتكلمت مع بعض المنظمات ووعدوني خيرا بتأمين خيم لهذه العوائل من أجل إفرار المدرسة واستمرار العملية التعليمية. طب لندخل في التفاصيل أكثر وفي لب المشكلة كما يقولون، يعني هؤلاء الطلاب توزعوا على قرى وبلدات ومدن ومخيمات ومراكز إيواء عشوائية ومؤقتة، ما هي نسبة من تم إدخالهم إلى المدارس وإلحاقهم بالعملية التعليمية، وكيف يتم حل مشكلة التعليم في التجمعات العشوائية ومراكز الإيواء المؤقتة؟ بالنسبة للتجمعات المؤقتة، الحل بتوفير خيم تعليمية لهؤلاء الطلاب، وأيضا في حلب يتم العمل على تأمين أو التعليم المنزلي، ربما هذا أسلوب جديد في التعليم، بحيث أنه الأستاذ مكان تواجده الموجود من الطلاب يستضيفهم في منزله ويقوم بتعليمهم. يعني لنكن صريحين دكتورة، وسؤال جريء، يعني تحدثتي أن التعليم ستعتمدون على التعليم المنزلي ويعني طلب العون من المنظمات الإنسانية، ولكن كوزارة التربية والتعليم ألم تقم بحلول للحد من هذه الأزمة، حلول يعني واقعية على أرض الواقع؟ طبعا نحن لا نستطيع أن نحد من هذه الأزمة لأننا جهة مدنية. الأزمة متعلقة بالقصف، عندما يتوقف القصف ويكون هناك استقرار يكون هناك حد لهذه الأزمة. بالنسبة لأماكن التعليم المؤقت بالخيم، نحاول تأمين خيم تعليمية قرب مراكز الإيواء المؤقتة، هذا الحل المتاح أمامنا، وأيضا إذا لزم الأمر نستعين بالمدارس الرقمية. دكتورة، 12,000 طالب في مناطق عفرين وفي مناطق الشمال السوري، يعني نسبة قليلة من أصل العدد الكلي 222,000 كما تحدثتي، ولكن أيضا هؤلاء الطلاب يواجهون مشاكل عديدة في تسجيلهم والتحاقهم في المقاعد الدراسية. يعني حسب معلومات التي لدينا أثناء أعداد هذه الحلقة، بأن المجالس المحلية أو بالأحرى المدارس تشترط حصول الطالب على بطاقة تعريفية صادرة من المجلس المحلي لالتحاق الطالب في مقعد الدراسة، والمجالس في الأساس لا تقوم
تقوم بتقديم هذه البطاقات التعريفية خاصة للوافدين الجدد من النازحين؟ يعني كيف سيتم حل هذه المشكلة وما هو دوركم في حلها؟ حسب معلوماتي أن عفرين وريفة باشروا بإعطاء الطلاب هويات مجالس وقاموا بتسجيلهم وقبولهم في المدارس. دكتورة، يعني أيضا سمعنا بأن الطلاب الذين قد قبلوا في مناطق الشمال المحرر قبلوا بصفة مستمعين، خاصة في مناطق عزاز، الباب، جرابلس، مارع. ماذا يقصد بكلمة مستمعين؟ قبولهم في المدارس لكن بشكل مؤقت حتى يتسنى للمجالس بإعطائهم هويات تعريفية يكملوا من خلالها تسجيلهم في المدارس بشكل رسمي ويتقدموا للامتحانات، وإن شاء الله سيكون هناك لقاء مع المسؤولين بالجانب التركي لحل هذه المشكلة. أيضا بالنسبة نبقى في موضوع مشاكل الطلاب، كيف يمكن حل مشكلة الطلاب الذين فقدت أضابيرهم المدرسية نتيجة حملة القصف والنزوح المفاجئ ولا يحملون وثائق تثبت بأنهم طلاب في مرحلة تعليمية معينة بسبب كما تحدثت النزوح الفجائي؟ لا، بالمديريات كما تعلم هناك سجلات للطلاب، يعني ممكن الرجوع للمديريات والتأكد من صحة المعلومات وأعطاء الطالب وثيقة تثبت بأنه في مرحلة معينة. فيما يخص المدة التي انقطع فيها هؤلاء الطلاب عن الدراسة، كيف سيتم تعويضها؟ ممكن عن طريق التعليم التعويضي والتعليم المنزلي والتعليم الرقمي. أهم أمر هي في هذا اللقاء هو أن تستقر الأوضاع السياسية وكل أمورنا إن شاء الله تتحسن عندما تستقر الأوضاع ويتوقف القصف ويعود النازحين إلى بيوتهم. شكرا لك دكتورة، سنكمل ونتابع في بقية المحاور ولكن في القسم الثاني من هذه الحلقة. الشكر لكم. شكرا مشاهدينا الكرام، وإلى هذا القدر نكون قد وصلنا معكم إلى ختام القسم الأول من هذه الحلقة من برنامج قضايا. سنتعرف في القسم الثاني ونسلط الضوء على دور المنظمات المعنية بشؤون التعليم ودعمها للحد من هذه الأزمة الأخيرة. ابقوا معنا. هلا بخصوص موضوع التعليم اخي، بصراحه في اطفال، في شريحه كبيره من الاطفال واقفه عن التعليم، وخاصة في المخيمات في الشمال السوري المحرر. يعني عم نعاني احنا بصراحه بهذا الموضوع كثير، يعني اطفال كثيره انا عم بشوفها واقفه عن التعليم وما عم بتحسن انه تتابع تعليمها او تدرس، او بسبب الاوضاع وبسبب النزوح، حالات النزوح، حالات يعني العالم بصراحه متشرده، يعني لا عم تحسن تتابع تعليمها ولا عم تحسن تتابع اي شيء. اولاد بنتي بس ما ابعثهم على المدرسه، ما ابعثهم لانه ما امن عليهم، ما ابعث اولاد بنتي على المدرسه ما امن عليهم. استاذ ما في اهتمام خالص ابدا، لا بخبز لا بميه لا باكل، لا نشتغل عمال تنجيب لقمه العشل، منين بدنا نشتري دفاتر ونلبس الولاد ناخذهم على المدرسه؟ ما عندنا استطاعيه، عمال كنا عمال، انا اشتغل على متور فردي شافوا، اشتغل توصيلات، اروح اجيب شغلات ايش استفيد منها. لو يصير لنا خيمه واستاذ يجينا ساعه ساعتين هالصبحيات ينطيهم درس، العصريات المهم ينطيهم درس، يعني شويه يتوعون. ما طالبنا صار تجي 4-5 مرات، مي بس هالمره يعني، وما حد جاب لنا. نطلب منكم انكم تجيبوا لنا لو كان خيمه، انسى استاذ، ولادنا كلها اميه ما يعرفون لا يقرون لا يكتبون، اطفال هاي خطيتها برقبتنا ورقبتكم. عدنا اليكم مجددا مشاهدينا، اهلا وسهلا بكم مره اخرى. اهلا وسهلا بك دكتوره. دكتورة، يعني منذ لحظات تابعنا في الاستطلاع الذي عده فريق البرنامج، وسؤال مطروح، ما هو رأيك بمستوى الاهتمام بتعليم النازحين الجدد؟ هنالك ردود أفعال وردود آراء مختلفة، يعني بين قوسين سلبية للصراحة، ما هو تعليقك على هذه الردود؟ في الحقيقة أعداد النازحين من الطلبة
أكبر بكثير من طاقة استيعاب المجالس. حتى نكون منصفين، هذا الأمر يحتاج مساعدة الدول، مساعدة جميع المنظمات العاملة في قطاع التعليم، لأن أعداد النازحين كما تعلمون كبيرة جدا والكارثة كبيرة، فالمدارس فاقت قدرتها الاستيعابية. فحقيقة الأمر يحتاج إلى تضافر الجهود من أجل مساعدة المجالس من أجل استيعاب جميع الطلاب. يعني النازح على حق كما سمعنا؟ أكيد النازح فوق معاناته وألمه وتركه بيته وأرضه يأتي إلى هنا فلا يجد مكان يقيم فيه ولا يجد مدرسة تضم أطفاله. بالضبط، ينصدم بالواقع. دكتورة، يعني في سياق قريب بالنسبة لموضوع اللوجستيات مثل المناهج الكتب، هل هنالك كتب متوفرة لديكم في مديرية التربية والتعليم لتقديمها للطلاب الوافدين الجدد وتغطية العدد الكلي؟ حقيقة أن كتب لجميع النازحين لا تتوفر لدى الوزارة، ولا تستطيع الوزارة تأمين جميع الحاجيات لأنه تفوق قدرة الوزارة. حقيقة يعني ما نعانيه الآن هو نقص كبير، عندنا نقص كبير في أعداد الكتب، عندنا نقص كبير في تأمين المستلزمات المدرسية من مقاعد، من أماكن. أهم ما في الأمر هو أماكن مدارس تعليمية، لأنه عدد النازحين من الطلبة كبير جدا، فنحن نحتاج إلى إحداث مدارس جديدة حتى تقوم باستيعابهم، ويستعاد بعض الأحيان بالخيام المؤقتة، خيام تعليمية، هذا لا يحل مشكلة. بالنسبة لنصاب المعلمين هل هو كافي؟ ماذا تقصد بنصاب؟ يعني المعلمين، هل لديكم معلمين قادرين على تغطية كافة المنشآت التعليمية بالنسبة للخيام، بالنسبة للمدارس، بالنسبة لمراكز الإيواء المؤقتة؟ حقيقة لا سيما أن المعلمين أيضا هم من النازحين و تبعثروا انتشروا في المناطق المحررة. الوزارة كان هناك على موقع الوزارة موقع إلكتروني من أجل إحصاء الأعداد المدرسين ومعرفة أماكن انتشارهم ورفع معاناتهم وإيصالها للجهات المختصة من منظمات مهتمة في التعليم. فيما يخص موضوع، أيضا نبقى في موضوع الطلاب، فيما يخص الطلاب النازحين، هل ستبقى مواعيد الامتحانات للصفوف الانتقالية والشهادات في موعدها الأصلي أم سيتم تأجيل الموعد؟ هذا الكلام وهذا الحديث لحينه. الامتحان حاليا هو في 7/6، يعني حوالي 3 أشهر، يعني من المبكر أن نتكلم. ربما ستصدر قرارات استثنائية حسب الوضع، يعني لا نستطيع أن نقول عن شيء حسب الوضع. الوضع دائما في متغير. طيب دكتورة، خلينا ندخل بموضوع المعلمين أكثر. بالنسبة لموضوع المعلمين الذين فقدوا وظائفهم بسبب النزوح، هل سيتم استيعابهم في مدارس الشمال السوري؟ حاليا يقومون بتثبيت أسمائهم في المديريات، وحسب الحاجة يتم الاستفادة منهم. أجريتم يعني في هذا اليوم أجريتم ورشة لدراسة واقع التعليم بعد حملة التهجير الأخيرة، ما هي النتائج التي خرجتم منها؟ أهم أمر ناقشناه في الورشة هو موضوع النازحين في المدارس، لأن هذا أدى إلى إيقاف العملية التعليمية في المدارس، فتم الاتفاق مع منظمات مهتمة في التعليم برفع العوائل، أسماء العوائل والمدارس الموجود فيها نازحين، ووعدونا بتأمين خيم للسكن ليكون هناك تفريغ للمدرسة واستمرار العملية التعليمية. الموضوع الثاني، المخرج الثاني اللي تناولناه في الورشة هو موضوع الامتحانات والبدء بالتسجيل. إن شاء الله سيكون من الغد البدء بالتسجيل في المديريات، في مديريات إدلب، والمديريات سوف تحدد مراكز من أجل استقبال الطلاب وتسجيلهم. طيب بالنسبة للطلاب الموجودين في الريف الشمالي،
بالنسبة للطلاب الشهادات الذين يودون أن يقدموا الفحص لدى الحكومة المؤقتة يستطيعون التسجيل في مركز الحكومة في إعزاز مكتب الوزارة، وتقديم الامتحان سوف يكون في مناطق إدلب وريف حلب. ما هو مستوى التنسيق بينكم كوزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية المؤقتة وبين مديرية التربية في مناطق الشمال السوري المحرر مثل العفرين، عزاز، الباب، جرابلس، مارع؟ نسعى أن يكون التنسيق جيدا بحيث يخدم الطلاب. يعني إلى الآن لا يوجد تنسيق، أفهم من كلامك؟ يوجد تنسيق لكن نسعى إلى الأفضل. أيضا دكتورة، لاحظنا أثناء أعداد هذه الحلقة يعني ضعف استجابة المنظمات الإنسانية لموضوع تعليم النازحين، لماذا هذا التقصير في الأساس؟ حقيقة هناك توجه من قبل المنظمات والمانحين للاهتمام بإنقاذ حياة الإنسان، فلم تعد عملية التعليم أهمية أو أولوية لدى المنظمات، فنلحظ تجفيف موارد التعليم. تعلمون من بداية 2018-1 كان هناك انقطاع أو تخفيض كبير في الدعم، ولدينا أعداد كبيرة من المعلمين من 7 أشهر ليس لديهم رواتب. فمن خلال منبركم، من خلال شاشتكم، نناشد المنظمات وأصحاب الضمائر بمساعدتنا بالعملية التعليمية. إن شاء الله يعني ستصل هذه المناشدة، يعني أساسا في الأساس برنامج قضايا هو لخدمة المواطن أولا وأخيرا. أيضا نبقى في نفس الموضوع، موضوع الدعم وموضوع التواصل، يعني هل تواصلتوا مع منظمة اليونيسف التابعة للأمم المتحدة فيما يخص دعم النازحين للملف التعليمي؟ بالنسبة للمنظمات بشكل عام هناك توجه من اليونيسيف بعدم التعامل مع الحكومة المؤقتة وبعدم دعمها بحجة الاتصال المباشر ودعم منظمات المجتمع المدني، وهذا بدوره يضعف العملية التعليمية ويضعف حوكمة المؤسسات التعليمية. وتعلم أنت إذا كان هناك في غياب للحوكمة لا نستطيع أن يكون هناك أو تكون مراقبة لعملية إدارة العملية التعليمية. يعني هذا الرفض في الأساس لماذا؟ يعني كجهة سياسية تعتبرون؟ هذا الرفض حسب زعمهم بأنهم لا يريدون أن يدعموا جهة سياسية معارضة، يريدون أن يدعموا منظمات المجتمع المدني، فهم يدعمون ويتواصلون بشكل مباشر. طيب دكتورة، يعني لنكون صريحين أكثر، الضعف وضعف التواصل مع المنظمات هل هو سببه منكم كوزارة التربية والتعليم؟ ربما نقص في الدراسات، تأخر في تقديم الدراسات، في التالي المنظمات الأم كاليونيسف والأمم المتحدة تقوم بالتواصل مع المنظمات الفرعية أو المنظمات الأخرى؟ أبدا، ليس ضعف في التواصل، هم لا يريدون أن يكون هناك تواصل، هم لا يريدون أن يجلس مقابل لهم جسم سياسي معارض حسب زعمهم. يعني إذن دكتورة، ما هو صلب المشكلة؟ لماذا لا تقوم المنظمات بدعمكم يعني كواجهة سياسية؟ الآن في توجه من قبل المنظمات بشكل عام مع التصعيد ومع التوتر وزيادة حدة الهجمات إلى تخفيف الدعم وتجفيف موارد الدعم. يعني نلحظ حتى بعض المنظمات قبل الهجمة الأخيرة لم تقبل أن تدعم مناطق M4 M5 نهائيا، يعني كانت منطقة أريحة، منطقة جبل الزاوية، منطقة المعرة قبل النزوح، قبل يأخذها يحتلها النظام ما كانت مدعومة. واقع مؤلم الصراحة. شكرا لك دكتورة، أشكرك لحضورك القيم، شكرا لك. شكرا لكم. مشاهدينا الكرام، وإلى هذا القدر نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج قضايا. وفي الختام لا يسعني إلا أن أشكر ضيفة الحلقة الدكتورة هدى العبسي وزيرة التربية والتعليم في الحكومة السورية المؤقتة، والشكر موصولا إليكم مشاهدينا لحسن إصغائكم ومتابعتكم. يمكنكم متابعة مزيد من الحلقات من برنامج قضايا عبر المعرفات الظاهرة أسفل الشاشة. ومن هنا إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة، دمتم برعاية الله وحفظه جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.